التغيير هبتدي اتكلم من الاول على حملة التشويه اللي حصل على المشرفين السوريين وعلى الثوار عموما وعلى الثوره على مصر. حملة التشويه دي عايزه تقول ايه؟ عايزه تقول ان الناس اللي في الاعتصامات والاضرابات والمظاهرات ناس عايزه تحرق مباني، عايزه تخلق حاله من الفوضى، عايزه زي ما القناه كان بيقول تدمر الدوله بمعناها انه تخلق حاله من الخراب والفوضى والانهيار. وبيستخدموا العراق وبيستخدموا الصومال كنماذج اللي هيحصل بسبب الثوار وبسبب استمرار الثوره. الغرض من الحمله دي مش الاشتراكيين السوريين نفسهم ولا كولاك ولا علاني، الغرض الثوره نفسها، استمرار الثوره. هم عايزين يوقفوا الموضوع عند الحد ده. اعادوا زي ما محمد بيقول اعادوا بناء الدوله اللي كانت اتهزت هزه جامده جدا في بدايه الثوره. عملوا برلمان شكلي منزوع الصلاحيات تقريبا تماما. قدروا يستوعبوا فيه القوى السياسيه الاصلاحيه اللي بتعمل تنازل ورا تنازل للمجلس العسكري. وعايزين الموضوع يقف عند كده. فكل اللي عايزين استكمال الثوره، كل اللي عايزين يكملوا اهداف الثوره المصريه هيتحطوا هيتعمل ضدهم اولا حملات تشويه ويتسجنوا. بمعنى ان هو يحاول يعزل دول عن العمليه اللي حصلت عشان يحافظ على مصالح المجلس العسكري، عشان يحافظ على مصالح الالف عيله اللي بتملك مصر. في الف عيله بتملك مصر، المجلس العسكري هو الممثل ليها. هو اللي بيدافع عن مصالحها. هو اللي عنده السلاح والمدفعيه والجنود اللي بيدافعوا عن مصالح الالف عيله. وبره الالف عيله دول مصالح امريكا واسرائيل. في تحالف ما بين راس المال المصري وما بين رجال الاعمال الكبار في مصر وما بين امريكا واسرائيل. وهي دي المصالح اللي بيدافع عنها المجلس العسكري. بشكل واضح لما تيجوا تقولوا سنه بعد الثوره مين اتمس من العلاقات الكبيره اللي بتملك مصر؟ مين املاكه حد قرب منها؟ فين الحاجات اللي اتاخدوا؟ كل دول عملوا ثرواتهم في فضل مبارك. وكل دول الفساد راكبهم من راسهم لرجليهم. لان مفيش حد عمل ثروات بمليارات في وقت مبارك ما كانش فاسد. ما كانش ممكن، ما كانش في مجال لانك تعمل ثروات بالاحجام اللي عملوها دي من غير علاقات خاصه بالدوله. زي ما الراجل شرح ان الدوله نفسها مش دوله محايده. الدوله نفسها بتخدم على دول. هي اللي بتديلهم الاراضي ببلاش، هي اللي بتديلهم الطاقه تقريبا ببلاش، هي اللي بتمدهم بالعلاقات الخارجيه اللي بيعملوا من خلالها صفقات. هي دي الدوله اللي بتعمل كده. في عصر مبارك نسبه اللي تحت خط الفقر زادوا من 20% لما يقارب 50%. واتعمل ال 1000 عيله دول اللي ما كانش عندهم مليارات دي بقوا يمتلكوا تركيز غير مسبوق من الثروه في مصر. غير مسبوق يعني غير مسبوق يعني حتى في وقت الفراعنه ما كانش تركيز الملكيه وتركيز الثروه زي ما هو النهارده في مصر. حتى في وقت الفراعنه الفجوه ما بين الاغنياء والفقراء ما كانتش زي النهارده في مصر. وده اللي هم عايزين يحافظوا عليه. ده اللي مخليهم يعملوا الحمله الشعواء دي عشان ما تستمرش الاضرابات وما تستمرش الاعتصامات وما تستمرش المظاهرات اللي ممكن تبتدي تهدد المصالح دي. وبيستهدفونا احنا وبيستهدفوا غيرنا وهيستهدفوا ناس كتير جدا في الفتره اللي جايه عشان ينقذونا. الطبقه الحاكمه دي والمؤسسه العسكريه اللي بتحميها مستعدين يعملوا اي حاجه لحمايه المصالح دي. مستعدين يحرقوا البلد. هم بيقولوا احنا عايزين نحرق البلد، مش عايزين نحرق البلد، عايزين ننقذ البلد منها. هم اللي عايزين، هم مستعدين يحرقوا اي مبنى، يحرقوا اي مجلس شعب، يحرقوا اي حاجه قدامهم في مقابل انه المصالح دي تستمر كما هي. النظام الطبقي اللي موجود في مصر يستمر كما هو، والعائلات الكبرى اللي بتملك مصر يستمروا كما هو. كما هو. بقى معقوله ثوره بحجم الثوره المصريه تحصل؟ 20 مليون بني ادم ينزل الشوارع، يبقى احد الشعارات الاساسيه ليها العداله الاجتماعيه، وبعدين بعد الثوره الفقر يبقى بيزيد والغنى على الناحيه الثانيه يبقى بيزيد زي ما هو؟ فين تحقيق العداله الاجتماعيه في الموضوع؟
طبعاً إحنا مش عايزين نبقى محبطين، يعني مش عايزين نطلع من ده يعني الثورة دي حصلت وكل الشهداء دول ماتوا وكل ده الدم ده راح وما حصلش حاجة، العكس إحنا لازم نشوف إن إحنا في بداية الثورة. إحنا سنة أولى ثورة مصرية، لسه في أول سنة في الثورة المصرية، والثورة المصرية دي مستمرة. الثورة المصرية دي مستمرة وفي أسباب كتيرة جداً تخلينا نشوف إن الثورة مستمرة. اولا الحكومات اللي هتتشكل في الفتره اللي جايه حكومات تقشر، حكومات هتخدم نفس المصالح، حكومات مش هتزود الهجوم، حكومات مش هتتحكم في الاسعار، حكومات مش هتحسن ظروف الناس والخدمات لا الصحيه ولا التعليميه ولا غيره، هتبقى نفس السياسات بالظبط اللي قبل كده. بس بدل ما كان الحاكم ماسك سيجار في ايده هيبقى ماسك سبحه في الايد الثانيه. يعني دي ايه التشكيله؟ هما بيستهدفونا لان احنا عايزين نستكمل الثوره المصريه. هما بيستهدفونا لان احنا مع استمرار الثوره المصريه لغايه ما نجيب الالف عيله دول، لغايه ما نجيب ثرواتهم، لغايه ما يحصل اعاده للثروه في مصر عشان نقدر نبني العداله الاجتماعيه اللي هي هدف اساسي من اهداف الثوره المصريه. بيقولوا علينا، ودي حاجه غريبه جدا، ان احنا فعلا احنا كشعوبيين سوريين موجودين بقالنا 20 سنه. احنا مش فوضويين، فوضويه حاجه والاشتراكيه الثوريه حاجه ثانيه، دي مدرسه ودي مدرسه. لما بنقول عايزين نهد الدوله، بنقول عايزين نهد الدوله عشان نبني دوله على مقاس، عايزين نهد ونبني، مش عايزين نهد في المطلق. مش عايزين مصر يبقاش فيها دوله، عايزين نهد الدوله الموجوده دي، دوله الاستبداد والنهب والفساد، ونبني على مقاسها دوله العدل والمساواه. مش عايزين نهد الدولة وتبقى الدنيا فوضى ولا أكيد مش عايزين الصومال، يعني ده يعني بديهي إن إحنا مش عايزين مصر تبقى الصومال، عايزين مصر تبقى دولة لشعبها، دولة بتخدم شعبها، إن الدولة في مصر تبقى بتعبر عن مصالح واحتياجات الشعب المصري اللي هو الغالبية العظمى منه فقراء من العمال والفلاحين. وكل اللي بنقوله إنه ده لسه ما حصلش، ده لسه محتاج شغل طويل، ده لسه محتاج موجات ثوريه قادمه، ده لسه هيسقط من اجله شهداء كتير وهيعتقل ناس كتير، وما ينفعش يعني اهم حاجه الناس ما تحسش لا بالرهبه من تهديدات النظام، لانه هو نظام في النهايه نظام ضعيف. النظام اللي بيلجا للاساليب دي وحملات التشويق دي والدرجه دي من القمع نظام ضعيف، نظام خايف، نظام عارف انه ما عندوش شرعيه. نظام عارف انه الشعب المصري اسقط شرعيته في الثوره في يناير وفبراير، ومش هيعرف يبنيها تاني مهما عمل، مش هيعرف يبنيها تاني، لا لو خد معاه الاخوان ولا لو خد معاه الجبل الازرق، مش هيعرف يبني شرعيته على نفس اسس المصالح دي تاني. حصل حاجه ضخمه جدا في الشعب المصري، لما يبقى في 20 مليون نزلوا الشوارع يحصل تغيير مهم جدا في وعي البشر، في رؤيتهم ل قدرتهم على تغيير الاوضاع، ودي ما بتتهدش بسهوله. ولا لما اعتقل 17,000 ولا لما اعتقل 30,000 ولا لما اعتقل نص الشعب المصري. مش هتتكسر بسهوله، ثوره مصريه مستمره. بيقولوا ان احنا غير هدم الدوله في ايه؟ الجيش، لازم نتكلم شويه عن الجيش. بيقولوا ان احنا مع انقسام في الجيش، نخلق انقسام في الجيش. ده مفهوم يعني متشال من سياقه. احنا مع الجيش اللي يحمي الشعب المصري، اللي يحمي مصالح الشعب المصري، احنا مع الجيش اللي يقف ضد اسرائيل، اللي يقف ضد امريكا، اللي يحافظ على استقلال مصر من الاستعمار الامريكي والاسرائيلي. بس طبعا احنا ضد الجيش، وهنقف ضد الجيش اللي بيسحل الشباب في الشوارع، اللي بيعري الستات في الشوارع، اللي بيضرب الشباب وبيقتلهم بالنار، اللي بيرمي بيحدف رخام والدواليب من فوق المباني على الثوار. طبعا الجيش ده احنا ضده، وعايزين شرفاء الجيش المصري اللي ضد اللي بيحصل ده يقفوا مع الثوره وضد اللي بيمروهم بده، وما عندناش اي مشكله في نتائج كلامنا ده او ايه اللي ممكن يترتب على ان احنا بنقول الكلام ده. احنا مش مع انقسام الجيش بالمعنى ان احنا عايزين حرب اهليه، احنا مش مع انقسام الجيش بمعنى ان احنا عايزين فوضى وان الدنيا تتقسم، احنا بس مع ان شرفاء الجيش المصري ما ينفعش
يمرمغوا سمعة الجيش المصري في التراب من خلال اللي بيحصل في شوارع مدن مصر من الجيش المصري النهارده. ما ينفعش يبقى سمعة الجندي والعسكري المصري ان هو مغتصب، ان هو بينتهك الاعراض، ان هو قاتل، ان هو سفاح، ان هو بلطجي. هما بيحولوا الجيش المصري الى عصابه من البلطجيه. فكل اللي احنا بنقوله ان احنا عايزين نوقف ده. احنا عايزين جيش يدافع عن الشعب المصري، مش جيش يهاجم الشعب المصري. الحاجة الثانية المهمة جدا في حملة التشويه انه حملة التشويه دي يعني النهاردة في منظمات مجتمع مدني كتير جدا اتضربت دخلوا عليها وقوات صعقة فهمت ايه احتياج لقوات صعقة لو ابتدت المكتب في يعني بس يعني دخلوا بوحشية شديدة جدا على احنا طبعا احنا مش يعني احنا حاجة مختلفة عن منظمات المجتمع المدني. احنا ضد التمويل الاجنبي بكل اشكاله، ما بنقبلش اي نوع من التمويل الاجنبي، وضد فكرة التمويل الاجنبي من اساسه، لانه التمويل الاجنبي في النهاية بيبقى مشروط. التمويل الاجنبي في النهاية بيبقى محدش بيدفع فلوس كده زكا يعني، ما ده فلوس بتبقى مدفوعة، فاضطرنا ما ناخدش فلوس من حد. بس طبعا احنا ضد انه منظمات المجتمع المدني حتى اللي بتاخد فلوس يبقى ده طريقه التعامل معاها. الهجمه دي اعنف حتى من الهجمات اللي حصلت وقت حسني مبارك. القضيه اللي متفقه لنا اللي هي ان احنا عايزين نحرق البلد ونحرقها. اولا الشباب الاشتراكيين الثوريين من اول ايام الثوره كانوا واقفين بيدافعوا عن المتحف المصري ضد البلطجيه بتوع الحزب الوطني كانوا بيحاولوا يحرقوه. المباني نفسها زي ما محمد بيقول الدوله مش مباني، بس المباني نفسها احنا بنعتبرها ملك الشعب. احنا مش عايزين نحرق المباني دي، احنا عايزين المباني دي تبقى فعلا ملك الشعب، ما تبقاش ملك الالف عيله، ما تبقاش ملك المجلس العسكري الحاكم. حاجه ثانيه عايز اتكلم فيها شويه عن الاخوان المسلمين، لان احنا يعني ايه حصل قصه مع الاخوان المسلمين غريبه جدا في الايام اللي فاتت دي محتاجه تفكير. احنا كنا بشكل مبدئي طول العشر سنين اللي فاتت في كل قضيه تتلفق للاخوان المسلمين، في كل مره يتحكموا فيها محاكمات عسكريه بنقف بقوه ضد المحاكمات العسكريه، بنقف بقوه مع الافراج عن كل معتقل الاخوان المسلمين والاسلاميين بشكل عام. شاركنا في كل الحملات للافراج عن المعتقلين. وقت ما كانوا عايزين يلفقوا لهم تهمه بتاعه الازهر ومش عارف عايزين يعملوا فرق ميليشيات والى اخره، احنا قلنا ان ده تلفيق وانه مفيش ميليشيات وانه الاخوان المسلمين ما بيستخدموش العنف ولا اخره. طبعا رد الجميل بقى دلوقتي لينا كان فعلا صادم بالنسبه لنا. رد الجميل كان حمله على جريده الاخوان المسلمين على انه احنا الاشتراكيين الثوريين بتوع عنف عايزين نستخدم العنف للتغيير، وان احنا كان تحضير للقضيه اللي اتلفت. مش بس كده، البلاغ اللي اتعمل جه من قيادات من الاخوان المسلمين، صحيح سحبوه بعد كده شاكرين يعني، بس كانوا خلاص حطونا في القضيه، خلقوا لينا قضيه. بس احنا بنقول من هنا اهو انه لو الاخوان المسلمين في المستقبل تم التنكيل بيهم وتم عمل قضايا وتلفيق قضايا ليهم، احنا هنقف معاهم وهندافع عن حقهم وهنقف ضد الدوله في اللي بتعمله فيهم، لان دي مبادئنا. هم بتوع الاخلاق وهم بتوع المبادئ، اهي بانت اخلاقهم ومبادئهم بانت قدامنا بشكل واضح دلوقتي. بس احنا ما بنغيرش اخلاقنا وما بنغيرش مبادئنا لاي سبب من الاسباب. النقطه الاخيره اللي عايز اقولها انه ما ينفعش لا الناس تحبط ولا الناس انا شديد التفاؤل بالثوره المصريه. بصوا بس على ايه اللي بيحصل في الثوره المصريه في الفتره الاخيره. مفيش قطاع من القطاعات المضطهده في مصر ما اتحركتش. اولا الحركه العماليه موجه ورا موجه من الاضرابات اللي هم بيسموها فئويه وتعطيل على عجله الانتاج والكلام الفارغ ده كله. عايزين ثوره من غير اضرابات ازاي؟ انا مش قادر افهم يعني. العمال بيضربوا عشان ليهم حقوق بقى لهم عشرات السنين ما خدوهاش.
بياخدوا قبول لا يمكن بني ادم يعيش بيها. بيتحملوا في الشغل معامله الكلاب. فطبيعي انه يحصل حركات عماليه بعد ثوره كبيره زي دي عشان ياخدوا الحقوق، وده جزء اساسي من الثوره المصريه، لانه الثوره المصريه جزء اساسي منها العداله الاجتماعيه، والعداله الاجتماعيه مش هتتحقق في مصر، وده بيوضح يوم ورا يوم من غير اضرابات، من غير ضغط من العمال. بس مش بس العمال اتحركوا، فقراء الاقباط لاول مره اكبر مظاهرات في تاريخ الاقباط حصلت خلال السنه اللي فاتت ديت. النوبه واهل النوبه اللي محرومين مش بس من مشاريع سكن وعدوها وعدوهم بيها من 40 سنه، هو السد العالي لغايه دلوقتي ما خدوهاش. لغايه دلوقتي 40 سنه وعود بانهم هيبنوا لهم مساكن ما خدوهاش لغايه دلوقتي. تهميش ثقافي بشع، انكار للغتهم ولثقافتهم ولكل حاجه بتعبر عن اتحركوا واتحركوا بقوه. واخيرا وممكن يبقى اهم حاجه، اكبر تحرك نسائي في مصر من سنه 19. اكبر مره نساء مصر بيتم انتهاك عرضهم واغتصابهم على يد الشرطه وبتاع، بقالهم سنين، بقالهم عشرات السنين. بس النهارده ما بقاش ده مرغوب، لان في ثوره ووعي الناس بيتغير، ووعي النساء بيتغير، واللي كانوا قابلينه قبل كده ما بقوش قابلينه النهارده. فالاحداث دي كلها احداث تخلينا نتفائل جدا بالفتره اللي جايه من الثوره المصريه، لان كله بيتحرك، كله بيتحرك، وكله لسه هيتحرك. الازمه الاقتصاديه وحكومات التقشف هتعني موجه جديده من الاضرابات. موجه جديده من الاضرابات هتبقى مهمه جدا في الفتره اللي جايه، لان كل موجه من الاضرابات بتبقى اكثر تطورا واكثر وعيا واكثر توسعا واكثر عمقا من الموجه اللي قبليها. كان في الموجه اللي حصلت بعد الثوره او في اخر ايام الثوره اللي هي عمليا وقعت الفرق، اللي هي عمال قناه السويس والنقل العام، وكان ايه تاني؟ كان في قطاع والاسعاف والاخر، كان الموجه اللي هي اسقطت نظام مبارك، ودي موجه استمرت في فبراير ومارس بعدين. كان في الموجه بتاعت اغسطس سبتمبر اللي فات، ودي شارك فيها 750 الف عامل وموظف مصري. وفي موجه ثانيه جايه، وجايه قريب جدا. جايه لان كل الوعود اللي الحكومات المتتاليه دي اديتها للعمال مش هتديهم منهم ولا حاجه. الحكومه حكومه تقشف، مفيش فلوس، لازم نستنى، مفيش مش عارف ايه، مش هنقدر نعمل حاجه دلوقتي، لازم تستنوا، لازم تصبروا، لازم كذا، لازم كذا، لازم كذا. فده جاي. الحاجه الثانيه هيبقى فيه مشكله ما بين البرلمان والمجلس العسكري، رغم كل الصفقات وكل اللعب اللي ما بينهم وكل الافلام دي، في النهايه امان الناس اللي راحت تنتخب هتحبط احباط شديد لما يلاقوا ان البرلمان ده مش بس ما عندوش صلاحيات، اللي جواه ما بيعبرش عن مصالح الجماهير على الاطلاق. هيحصل رد فعل للمهازل اللي بتحصل في محاكمه اللي قتلوا الشهداء. النهارده السيده زينب مولعه، طبعا مولعه، تخيلوا اهالي منطقه مات منها سته شباب في الثوره اللي قتلوهم الظباط كلهم خرجوا براءه. وهما بيتفرجوا زي ما محمد كان بيقول على حسني مبارك مدد في السرير اي كلب بيعمله يعني. ده لا يمكن يبقى مقبول للشعب المصري بعد الثوره. فالناس الثورات عمرها ما بتستمر كل يوم، الثورات مش حاجه يعني النهارده مفيش مظاهرات فانا احبط بقى وارجع البيت انه خلاص مفيش فايده ومش عارف ايه. الثورات بتحصل على موجات، والثوره المصريه لغايه دلوقتي بتحصل على موجات، بيحصل اعتصامات كبرى، بيتبعها مظاهرات، بيتبعها اضرابات، بيتبعها تنازلات من الحكم. كم حكومه اسقطتها الثوره لغايه دلوقتي؟ بصوا بس على عدد الحكومات اللي اسقطتها لغايه دلوقتي. ازاي اربع حكومات ورا بعض؟ نعم؟ معلش، في ضغط حقيقي من الشارع، ده نمره واحد. نمره اثنين، ما كانش في اي نيه عند الناس اللي فوق دول ان حسني مبارك يروح اي محكمه ولا على 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 سرير. ده حصل بايه؟ ده حصل بموجه يوليو الثوريه. لسه احنا في بدايات الثوره، في بدايات الثوره، الناس اللي بتحبط وتفتكر انه خلاص ما حصلش حاجه مش فاهمه الثورات التاريخيه بتحصل ازاي. الثوره الفرنسيه خدت خمس سنين مستمرين، الملك لم يعدم غير بعد ثلاث سنين من الثوره. ملك فرنسا اعدم واعلنت الجمهوريه سنه 1792، ثلاث سنين بعد سقوط الباستيل. خد ثلاث
سنين من الموجات الثورية المتتالية عشان يعلنوا الملك ويعلنوا الجمهورية. ما ينفعش يبقى نفسنا قصير، ما ينفعش يبقى كل ما يحصل تهديد من فوق وكل ما يحصل ان الناس تحبط او ان كل ما الاعلام المضلل يلخبط الناس شوية الناس تولول وتقول الثورة انتهت وخلاص ومش خلاص. لا مش خلاص. اللي حصل بمقاييس كل الثورات العالمية، اللي حصل في مصر مش زي اوروبا الشرقية ولا اندونيسيا ولا كل ده. اللي حصل في مصر انه 20 مليون بني ادم اتحركوا. معنى انه 20 مليون بني ادم اتحركوا يعني وعي الشعب المصري حصل فيه نقلة نوعية. ده معناه ان الثورة دي ما تقارنش بانتقال ديمقراطي في البلد دي ولا انتقال ديمقراطي في البلد دي. ده معناه ان الثورة المصرية ثورة مش بس سياسية، ثورة اجتماعية في نفس الوقت. ومعناها ان احنا لسه هنشهد موجات متتالية من الثورة. وعشان كده محتاجين نبني تنظيمات زي الاشتراكيين الثوريين وكل التنظيمات الثورية الاخرى للاستعداد للموجات اللي جاية. وانا عايز اقول من هنا ان الاشتراكيين الثوريين لا بيخافوا من السجن ولا بيخافوا من الاعتقال ولا بيخافوا من الاستشهاد، مستعدين يضحوا لاي حاجة مهما اشتغل مننا ومهما اعتقل مننا ومهما حتى اختاروا مننا احنا مستمرين حتى انتصار الثورة المصرية. شكرا.